أعلمكم طريقة تقشير اليقطين بصورة سهلة. شلون نقشر اليقطين؟ خليناه بالماي هنا، سلقناه، هسه راح نطلعه من الماي، وبصورة كلش سريعة راح يتقشر. هاي الطريقة سهلة، كل سهولة تمشي السكين. ارتدوا القفازات، الكفوف لازم نرتدي الكفوف. شوفوا شلون تكشر هاي الطريقة. نكمل البقية. شلون جمال، ما شاء الله. شوية السكينة تكون كبيرة لأنه شوية قاسي. فهاي طريقة سهلة حتى لا نجرح روحنا من نقشر اليقطينة. والطريقة الأخرى نجمدة. هسه قطعنا هذا راح نخليه ويا الشوربة أساسي. هذا الشجر اليقطين والشلغم، هسه راح نخلي لهم زيت زيتون حتى تتهدى شوية السحة. قطعنا السلق، بس احنا نسويها بيضة، ناس تحبها حمرة. راح نضيف الملح، احترت هاي، راح اشيل ايدي هالسكه. جينا على الكبان، طبعا هذا البصل اول شيء نسحيه، بعدين نخلي اللحم وبهارات الكبه، اهم شيء الفلفل الاسود والكبابه، شويه قرنفل ودارسين وزنجبيل، شويه هيك خليت لها للطعم. وهذا الجريش والبرغل، طبعا الجريش هو اساسي، برغل ناعم لازم يكون، وكلش يعني أقل نسبة من الجريش. مثلا أربعة، خليت أربعة جريش ونص برغل، نص. طبعا تمن هيك مقدار قليل ينفش بالشو. هسه راح نخلي التمن، شوفوا نسهيها، بعدين نخلي لها ماي، نسلم عليها شوية نار على النار تستوي، حتى نخلي الكبة. طبعا كبة الحامض هي من طحين الرز لازم تكون، بس اني شنو ولدي يحبوها من الجريش، بس تصير طيبة كلش طيبة. امي الله يرحمها كانت تسويها من طحين الرز، طبعا تعرفون المخلوط وياه لحم. نفور على راحته، نعلي النار شوية. هسه جبنا الحمض، طبعا هذا الحمض ليش يسموه حامض كبة؟ تخلي حمض، هذا النارنج الاصلي من البيوت، من بيتنا قديم. يا بالريحة فعلا تفتح القلب، تصفي الدمعه. او تقدرون تخلون لامندوزي، مقدار خاشوق من الشاي، او هذا النارنج. طبعا شوفوا الشوربه وهي تغلي تفور، طبعا لا تخلون الكبه راسها مباشره ورا، شويه ما تذبل الخضروات. شلون جمال، هسه ورا ما شوية ذبلت الخضار، ما شاء الله المنظر اللي احبه. هسه راح نخلي الكبة واحدة واحمر اللخ، طبعا هذا الجدر ياخذ من 15 الى 20 كبة. وسوينا الكبة هنا الصينية، بسم الله الرحمن الرحيم. راح اخليهم، طبعا الكبة بسرعة تستوي، تعرفون الكبة من الطوف بالماء تشيلوها. وهسه وراها ايضا راح شو نسوي، نخلي الحمض. شلون لون يخبل، ما شاء الله. وهذا يزيد الجمال والطعم الطيب. ما احب اعد لان العد يقولون يطير البركة، بس هو هذا الجدر يكفي يعني فد 20 كوباية، ونقدر نعدها من الآثار هنا. يلا هسه شوفوا شوفوا، اريد بس اكل، بعد جعت جعت. هسه ورا ما صارت الكبة وطافت، راح نفرغها بهذه الاواني. انا احب هذه الاواني العميقة، تشوفون هيج عميقة، شوفوا شلونها، طعم لا يوصف. اوف شنو هاي، اتمناها لكل عزيز وغالي. الف عافيه.